الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد وحن كسو جنة كتابك التحفة السنية وحن نكود حجرني فصلك وقبتي المعربات قسمان وباب معرفة علامات الإعراب مركان رميني فصلك كدن بيهي وباب معرفة علامات الإعراب مجملة ومركلة وقسو عليني باب كاسيان كود حجرني وحن نوصو دماضي معربات كل باقي بوضايا هاي قسم حروف الإعراب قسم حركة الإعراب وحا أصل قسم حركة الإعراب وأفر كلمة وإسم مفردة جمع تكثير جمع تكثير يا جمع نصالم يا فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء اسم مفردة جمع تكثير جمع المؤنث السالم فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أفر تاسع حركة الإعراب قسم قاسم نوصو دماضي قسم كلام كود حجرني أو أه قسم حروف الإعراب أصنع أفرة تثنية جمع المذكر الصالم أسماء الخمسة هي أفعال الخمسة وحن بلابين أفر تسميتك وقورة إعراب المثنى عوانك وكدق إعراب المثنى مثنى إعراب كيسي قال وحيري محمد بن محمد بن داود السنهاجي فأما التثنية تثنية فترفع والقذا بالأليف أليف القذا وتنصب والقردق هي تثنية بليا إيا لغو كردقا وتخفط والهاصلقا هي تثنية بليا إيا لغو هاصلقا مثنيه أيان كبل لوني أفرت حروف الإعرابي مثنى حروف أمبا الإعراب وحركة لما إعراب اسم كمثنى ولا بدا قفتو سيا زيداني رجلاني أو كلاتو وحويان حالة الرفع ألف أيا لغو رفعية ضمك النائبة حالة النصبنا وحالغو نصبية إيا فتحك النائبة حالة الخفضنا وحالغو خفضية إيا كسرك النائبة وحير محمد محي الدين عبد الحميد وأقول وحن لا يهير شرحة الأول متكوه الرئية ومن الأشياء شيالك كمدة التي شيالك تقرب الإحراب بالحروف حروفتها التثنية التثنية وهي تثنية المثنى واسم كاللبي اسم مفردها وعلامة تلغدري مثنى لغدقي كما علمت سيدة دوري وسوغاتو وعرفت هاتكسو قراتي فيما باب في سبق وصار مري تحريك فيما كي سبق فيما شيغي سبق الصهر مري فيما شيغي سبق وكو صهر مري تعريف المثنى مثنى قيحديس وحكمه مثنى حكم كي سأن يرفع وإن لقود بالأليف أليف لقود قدو نيابة نائبة حالة أي تميد كان نائبة أليف تاسو عن الضمة الضمة كان نائبة وينصب وإن لكردق مثنى بليا إياء لقو كردقو ويخفى ضوانين لهاصلقو بليا إياء لقو هاصلقو يأذا سؤال مفتوح لكردقا ما قبل حرف كوري يأذا مثنى لقو نصبيو علامة نصباء لقو نجرو حرف كوري وكردقا يأذا فرحة كوري يأذا سؤال مكسور لهاصلقا ما بعدها وحكدن بي وحكدن بينا وننطا زيديني رجليني وحويا نونتا كدن بيدانا والله هاصلقا نيابة نائبة حالة تميت كان نائبة يأذاسو عن الفتحة فتحة نائبة حالة نصبضة أو الكسرة كسرة كان نائبة وحالة الخفضضة حالة الخفضضة وحي نائب كتها وحويا انكسرة ويوصل به بعد الفتح ويوصل وحال لحرف سنية به بعد الفتح أوليا النون ويوصل وحال لحرف سنية أما سوى يوصل وحال لحرف سنية به المثنى ومتشول بنيو ورسيد أقول في عاني ويوصل وحال لحرف سنية به المثنى بعد الأليف أليف كقضال أولياء إياذا كقضال نون نون أيا لحرف سنية نون أيا مثنى لحرف سنية أليف كقضال هذو حالف الرفع جوه ومركز أليف كجرتا هذو حالة النصب هي حالة الخفض جوه يا كجرتا يا ذا كقضال نون لحرف سنية نون تاسو تكون وهاريسا عوضا ميت كبدل عن التنوين تنوينكي الذي تنوينكي يكون هاجري في الاسم المفرد اسم كمفرد كتنوين تكو جرتي إلا مثلا لما تثنية زيد وهو تثنية اسم كمفرد كدر حالة رفع دو جوغ ألف زيد تنوين تي اسم كمفرد كو جرتي تنوين تاس كسو بدل قادم نون زيداني مركا ألفتو وعلامة رفعه وعلامة كتو سيدة اسم كانونو كدن يهي نون تكتن بيدو زيداني للي يهينا تنوين تي اسم كمفرد كاكو جرتي تنوين تاسي بدل كتاهي نون تاسو
ولا تحذف لما حذفه هذه تنوين وتنوين تان لما حذفه إلا عند الإضافة إضافة أكتدى مانين تنوين تص وحوين ما دام أي تنوين بدل كتاي منتص وهالمرة اللي حذفه وأمركي الحذف شري تنوين أو أمحي وأمركي مثنى على تثنيهيو مع وأمركي مثنى لا إضافيهيو اسم كمثنى أمرك لا إضافيهيو نونتي ولا حذفه إلا اسم كمفرد كيما أمرك لا إضافيهيو تنوين تولا الحذف شري مرك نونتي كبدل كهيت تنوينتا والحذف اسم كمثنى هذه لا إضافيهيو وقول ولا تحذف لما حذفه هذه النون النونتان إلا عند الإضافة إضافة أكتر ما هني فمثال المثنى مثنيه مثال كيسي مثنيه المرفوع إلا جودي حضر القاضي يعني لبدي قاضي واي مادين وي حضر وفعل ماضي القاضي يعني وفاعل وأنا مثنى مركب ويا جودي إلا وفاعل فاعل ويا جودي مثنى ألف لو جودي كيف سألو جودي وقال الرجلان لبني وحيرادين قال وفعل ماضي رجلان وفاعل ومرفوع وانا مثنى مثنى مركالي فالقول في عجر وطاسا فكل متكستون من القاضيان والرجلان مرفوع واللقودي لأنه متكستابا فاعل وفاعل وعلامة رفعين قدية علامة كتوصيدا الاليف والفت رجلان قاضيان الفت كجرتوي نيابة نائبة حالي نائب كتا عن الضمة الضم لأنه لفظيان او اه رجلان اما قاضيان مثنى مثنوي ونون نونتا كجرتو او اه قاضياني عرفتا كتام ويدا رجلاني نونتاس اواد واحد بدل كتاهي عن التوين التوينتي توينتاس وفي الاسم نفرد كسوغنات ومثال المثنى مثنى مثال كيسي مثنيها المنصوب اللا كرديغي مثال كيسوح النقانا احب انو وحان جعلهاي المؤدبين لبدا الادبيي لبدا قف او لتربيي او لادبيي كواسان جعلهاي واكره وحان ادو نعبهاي المتكاسلين اللي بدأ وحسلو يالكا هو وحسيدة بدن وندروس تسود ديارينين و اسكاقات تورا يمان الله مركي درسيقا لغا بحوا كتاب اسكاقات تورا يميز كوركيسة هواس ايان نعبهاي مركا فيري احب وفعل مضارع فاعل كينا وانا محان صوهري مفعول به المؤدبين ومفعول به ونصبسين وانا مثن يا داسان لغو نصبيين وكان نائبا وحاوين فتحادي نونتونا وحي بدل كتاية تونتي وأكره وفعل مضارع فاعلك وأنا وضمير مسطر وجوه سرنوي المتكاسلين ومفعول به مفعول به ومنصوب وأنا اسم مثنى علامة مركا إنه نصب سين فتوسا وهي أداة صفحة كنائبة ممكن واحد بدل كتها تونتي مفرد ككجرتي إلا مؤدبين مفرد كوحها مؤدب متكاسلين مفرد كوحها متكاسلون وهو كوير فكل متكستا ومن المؤدبين كم إذا يوال متكاسلين منصوب ولا كردي لأنه متكستا مفعول به وي وعلامة نصبه كردي علامة كتوسي أليا ويأذوي يا ذا سؤال مفتوح ولا كردي ما قبل حرف كوري متكاسلين وهو يا ذا وح كوري اللام وكردي مؤدبين وهو يا ذا وح كوري ذباء وكردي أنت يا ذا سؤال مكسور الله صدقي ما بعدها وح كذب يجي waxa ka dambeeya ayadana waxa weeyaan waa la hoos dhigay waxa iyada ka dambeeyana waa nuunka nuunka weeye niyabata naibatan xala ay tahay yaadaas mid ka naiba an al fathati fathu laanahu lafdhu muthanna muthanna weeye wa nuunu nuuntuna ciwadu waxay bedel ka tahay an tanween tanweenti fil ismi limfrad ku jirtay wa mithal al muthanna muthanihi mithal kisi مثنيه مثال كيسي مثنيه المقفوض الله هصلي نظرت وان فيري إلى الفارسيين إلى الفارسيين لبدي جندري لبداس جندري يان فيري على الفارسيين لبدي فارس كركودا حال أي كسوغيهين فارس كوقف كفر الضفول كي يقانو فارسك ودي يقانو كدا قلم يقانو ودي يقان كاسال إلى فارس وكاسا مرك فارس اسم مفردها تثنية كدي فا إلى هذا صنوه هصلي فارسيين فرسون اسم مفردوها تثنية كذلك فرسيني وقول النظر توافيري إلى الفارسين لبدي جندري على الفارسين لبدا فرسكورك وده حالة يكون سجينين فكل متك سمرك محبشات كالربا فيري وفارسين وهاس لغنطة إلا إرادة هاس لغنطة الفارسين وهاس لغنطة عاملك هاس لغنطة على ذوي وقول فكل متك ستا ومن الفارسين إيو الفارسين مخفوض والهاس لغنطة محل هاسق عامل كاسق وامحي وللدخول وللدخول حرف الخفض حرف وحاس لقى جلعي عليه متكستبا كركيسة وحوي فارسينا حرف وحاس لقى جلعي
أو وإلاضة فرسين حرف خاص لقاك علي أو علاضة وعلامة خفضه متكاستابين وهو سيغيه علامة داتكو لغو قرانا الياء يأذى ويه يأذى المفتوح لقرده ما قبل حرف كهرية فرسين فيري يأذى محاك رأي السين وقرده فارسين محاك رأي يأذى سين وقرده يأذى المكسور الله سيغيه ما بعد وحكذا ما يحنونك نيابة نائبة حالة يأذى نمتك النائبة عن الكسرة كسرة النائب كتمانت لأنه اسمكم مثنى وي مثنى وحلوه هصلقة يا كسرة النائبة ونون النون تكوشر تانع وضع واحد بدل كتا عن التنوين التنوين في الاسم المفرد كوشر تي هل كاس مثنى هنو يسوي قدمني إعراب جمع المذكر الصالم إعراب جمع المذكر الصالم جمع المذكر الصالم إعراب تيسي هذا محله ما شان الله قهضني قال وحير محمد بن محمد ابن داود السنهاجي وأما جمع المذكر مذكر كجمع عيسى جمع الصالم النبات قلي فيرفع والا قدا بالواو وو لغو قدا جمع مذكر الصالم حالة رفعه دو جوغو وو أيا لغو رفعية وو دا صدمك النائبة وينصب والا كردقا جمع مذكر الصالم مركو حالة نصب جوغو عامل كردقا قلو والا نصبية بليا إيا أيا لغو نصبية ويا دا صفتك النائبة ويخفض والا هوسرقا جمع مذكر الصالم هدي عامل هوسرقا كهر مرو والا هوسرقا بليا إيا أيا لغو هوسرقا يا ذا سنائب كأكسرو وغير محمد محي الدين عبد الحميد وأقول وحن لا يهي الثاني متكلب إيا ثاني قاسو من الأسماء من الأشياء الشيالكي كمدا دي الثاني متكلب إيا كاس لبيو من الأشياء الشيالكي كمدا التي شيالك تقرب الإعراب بالحروف حروفتا جمع المذكر الصالم وجمع المذكر الصالم وقد عرفت وانا سو قرأتي فيما كي سبق هر مري وقد كسو قرأتي تعريف جمع المذكر الصالم جمع المذكر الصالم تعريف كي سيقي حديثة باب كورت كسو قرأتي وحكمه جمع المذكر الصالم حكم كيسا أن يرفع وإن لقودو هدي عامل قودة قضو وكار مرو بالواو وهو إلقو قدو هدي عامل وح قودة كار مرو وإن لقودو بالواو يلقو قدو نيابة نائبة حالة وودو متك نائبة وهو ين عن الضمة الضمة نائب كتاي وو أو حرفة أي الوجود أو ضمة نائبة وينصب وين لكرده جمع ذكر صالح هدي عامل وكرده كار مرة بلياء ياء وين لو كرده ويقفض وين لهاس له بلياء هدي عامل وحاس لك كار مرة وين لهاس له بلياء ياء لو هاس له يا ذا سؤال مكسوري لهاس لغي ما حرف قبلها كهرية يا ذا الحرف كهرية واللهاس لغي يا ذا جمع ذكر صالح كجرتة حرف كهرية واللهاس لغين واللهاس لغين يا ذا سؤال مفتوح إلا كردي ما بعدها واحد كذب بي واحد كذب بي وانونك نونت كذب بي دهنا جمع ذكر صالح نونت يسمح الويق وكردي أنت نيابة النائبة حالة يا ذا سميت كنائبة مرك حالة نسبة للجوجو عن الفتحة الفتحة مرك حالة الخفض للجوجنة أو عن الكسرة أما كسرة النائبة ومرت حالة الخفض للجوجو كسرة النائب كتاه حالة نسبة مرك للجوجنة فتح النائب كتاه ويوصل مشهور كذب ويوصل وحالة لحريرية به جمع المذكر الصالم بعد الواو وودا كجدال وحالة رفع مرك للجوجو أول يا أما يأذا كجدال يأذون قومي كجرته وحالة نسبة حالة الخفض يأذا كجدال وحالة لحريرية نون النون نون تاسو تكون أهانيسا عوضا متكب بدل عن التنوين التنوينتي تنوين تاسو في الاسم المفرد اسم كمفرد كجرتي نون تان قرما لحدفا وتحذف وان لحدفا هذه نون النون تان جمع مذكر صالم يأذي سكدن فيضا انت الإضافة إضافة اكتدا لحدفا وذلك كاسونا كنون المثنى ومثنى النون كيسيو كلي فمثال جمع المذكر جمع المذكر صالم مثال كيسي فمثال جمع المذكر مذكر كجمع سي جمع الصالم النبات قلي جمع المرفوع اللي حضر المسلمون مسلمين تيي مادين أكلوي عامل عامل جودة اللي جهر مري حضر وفعل ماضي المسلمون مركا وجودة أنت إلا وفاعله فاعله وجودة هاي مركا المسلمون وجودة أنت ما أنت وأنا جعل بسال وودة سلو جودة وأفلح ال وأفلح وحل ليباني الأميرون ضدك أمره بالمحروف وناج ضدك وناج ضدك أشجع والتوحيد ضدك أشجع والسنة ضدك أشجع والضعاد إلهي الصلاة يصون كي وحويين ذكرك الله يصلي النبي ضدك أمره كويس أيه ليباني وأفلح مركب فعل ماضي الآمرون وفاعل وجمع ذكر صالح وقول أنت العامل جذا كرمر وأفلح هذا وهذا سلوك جذا هاي وقول كري فكل متكستا أمر المسلمون والآمرون
فكل ميت كستوا من المسلمون والأميرون مرفوع وعلى جد ميت كستوا لابد هو جريه إلا لابد هو فاعل ميت هو فعل كورمر الماضي لأنه ميت كستوا فاعل فاعل ويه وعلامة رفع جد كيس علامة لغو قران أنا الواو وودة وودة ويه نيابة نائبة حال نائب كتا عن الضمة الضمة محاول لو جودي لأنه جمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم نوح لو جودة وهو ينوو ضمك نائبة ونون نونت كجرتو والمسلمون والآمرون كجرتانا عوض وحي بدل كتهي عن التنوين تنوينتي كجرتي في الاسم المفرد إلا مسلمون مفرد كذوقها مسلمون هل مسلم مسلمون مسلمين بضن آمر الآمرون مفرد كذوقها آمرون هل متقوطتك وناق أمر آمرون تنوينتي كجرتان مركا نونت بدل كتا ومثال جمع المذكر الصالح جمع مذكر صالح مثال كيسي مثال كالمنصوب لكوردغي رأيت المسلمين مسلمين تيان أركي واحترمت وان حشمي وان احتراما الامرين دادك فرعية بالمعروف وناغ دادك وناغ وشيغية التوحيدك هي السنة هي صلاة هي صنك هي صدقة هي جهادك هي وناغ أمرية انو وان حشمي سو ما جديد دادك وان احتراما محلو شايدك لقرب وان محين رأيت وفعل يفاعل المسلمين ومفعول به احترمت وفعل يفاعل الامرين ومفعول به مرك مسلمين يا الأمرين لا بضبع والمفعول به مفعول بنا ومنصوب وأنا كم عندك سال الله بضبع كم عندك سال مرك دو النصبيين يا العلامة النصبية دي سنقطة وحكوا رفاقول الميت كستا أمر المسلمين يا والأمرين كأه منصوب ولا كردي ولا كردي اللي بدو الميت كستا وكردي لأنه الميت كستا مفعول به واي وعلامة النصبي كردي دي علامة لغو كرنا أنا أليا ويأذوي مسلمين يا ذكو جرتة الامرين يا ذا كجرت يا ذاسو المكسور اللهوس لغي ما قبلها حرف كورية حرف كورية يا ذا مسلمين فيري مع كورية يا ذا ميم وهوس لغي سومة جديد الامرين يا ذا حكورية را رادو وهوس لغي سومة جديد وكاس يا ذاسو المكسور اللهوس لغي ما قبلها وحكورية المفتوح إلا كورية ما بعدها وحكتنا مينا ونونك لمحاساس لويل ولوغو نسبيه يا يا محال لوغو يا وحويان محال لوغو نسبيه لان جمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم ما مركو نسبي سنه يا لوغو نسبيه ومن منت كجرتنا عوض وحي بدل كتاي عن التنوين تنوينتي التنوينتا سو في الاسم المفرد كسوقنيب الا مسلمين مفرد كدو قها مسلمون تنوين لها الامرين مفرد كدو امرون وها مفرد كي تنوين لها مركا تنوينتاس اي بدل كيا نونك ومثال جمع المذكر الصالح جمع المذكر الصالح مثال كيسي جمع المخفوض الهوس لغي وحوان اتصلت وحن لحريري بالآمرين كوي أمري جري بالمعروف وناك ماشا نحن كواركي كوى الشركي سمايني كوى وحن كواركي صلاة كتغي كوى وحن كواركي وحويان بين شيغي وحويان منكر كسي وحويان أيها أقوانو للدين تي سي أي وقول شيغان وقول مستحيان كوى مقيرين ماشا كواركي مركاسا الحرير لسميو وحويان وان لحيريريو تلفونا قدري سي اي وناق او شاقان إلا يغا دين تيقاني اتصلتو وحان لحيريري بالآمرين كوي وناق دادك بالآمرين كوي فريجري بالمعروف وناق دادك وناق فريجري كويس ان لحيريري اوريري ممكن هالكا يالي وحويان كالاي دادك كرهيبا وناق كالاي او شاقا إذن كا اقانو للدين تيلاهي عن شاقك الغرابة اتصلتو وفعل يفاعل سوما جديد الامرين بعض اصحاص لكتي بعض اصوا حرف حوص لغا الامرين مركه هو هوس لغنت وجمع المذكر الصالح بعض اصا لو هوس لغا هوس لغنت علامه لو علامه قفديه دون يأس هي اتصلت من الحرير بالامرين كو امره بالمعروف ورضي الله الى هي راضي كنقدي عن المؤمنين مؤمنينتي او waxaa weeyaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baycada la gashay inay ilaahay diintiisa u dhimanayaan oo isan gaalada ka cararayn kuwaas ilaahay raali ka noqday hadda maxan jeed waxa weeyaan al-mu'minin waa jacmadu kar sali waana hoos dhigay xaalay can oo xarf hoos dhiga kor maray calaamada in hoos dhiga lagu galana waa yaadas al-mu'minina lugu ku rifa kullu mid kasta oo min al-amirina ya wal-mu'minina mahfuz wa allah hoos dhigay lidukhuli xarf al-khafd xarf hoos dhiga galida uu galay dadti ayaa loo hoos dhigay alayhi korkiisa u galay wa calaamatu qafti hoosigiisa calaamadiisuna al ya wiyada way al maksuura la hoos dhigay ma qabla xarfka ka horeeyay soo ma jeedid mu'minina yaada nuura kore wa hoos dhigay ay al amirina
waxa way yeeda raa ka horay waa hoos dhiganta marka waxa wayan yeeda su'al maqsuuru yeeda su'al maqsuuru la hoos dhigay ma qabla xarfka ka horay yeeda su'al maftuq la ko dhigay ma baada xarfka ka dambeeya li maxaa loogu hoos dhigay لانه مثال جمع المذكر سالم جمع المذكر سالم هو حلقه قفضيا ي وان نون نتو كيرتان عوض وحي بدل كتا عن التنوين التنوين في الاسم المفرد اسم كمفرد كا كيرتي هلكاس نحن ويب غدمني وحا ويان كلمه دي لبات او حروف الاعراب وجمع المذكر سالم كلمه دي سدحان انقلينا حروف الاعراب اعراب الاسماء هذا كان اعراب الاسماء اسماء الاعراب كدي وي اسماء الخمسه تي شنطه قال وقال محمد بن محمد بن داود السنهاجي وما الأسماء والصمادي أصمادي الخمسة الشنطة فترفع والقود أصماداس فترفع والقود أصماداس بالواو وو الوقود هدي عامل وحرفعية كهرمرو والقود وو الوقود ضمك النائبة وتنصب هي أصماداس والكردقة عامل وحكردقة هطو كهرمرو بالأليف ألف أي اللغو النصبية وتخفض والهصلقة هي أسماء الخمسة عامل وحصلقة توكار مرو بلياء أي لغو خفضية وقل وحن لا يهيون محمد محي الدين عبد الحميد والشيخ شرح عليه الثالث لفظة صدحية الثالث لفظة صدحية ومن الأشياء الشيالك كمضة التي أشياتي تعرب الإحراب بالحروف تعرب الإحراب بالحروف حروف الإحراب الأسماء الخمسة توي وقد سبق وصور من البيان وعدن تيدا كو وبيان شروط إعرابها إعراب تيد الشروط دي إن العدينا وصار مرتي هذا الإعراب إعراب كان الإعرابة إن إعراب كان الإعراب الشروط إليه بهينا ونصهر مرتي هران سوء أغاني وحكمها أسماء الخمسة حكم كيدا أن ترفع وإن لقود عامل وحكود أطوك هرمرو بالواو وو إن لقود نيابة النائبة حالة وود ميتك النائبة عن الضمة الضمة وتنصب أسماء دا وإن لقردقو هدي عامل وحكردقا كهرمرو بالأليف أليف ألوغو كردقين من هدي عامل وحكردقا كهرمرو أليف ألوغو كردقين وعلامة علامة نصب دا ألوغو كردقين وأليف نيابة النائبة حالة أليف تاسو نائب كتاهي عن الفتحة الفتحة وتقفض وين لهاس لغا هدي عامل وحاس لغا كورمرو بليائية وين لغو هاس لغا نيابة النائبة حالة تيميت كان نائبة يأذاسو عن الكسرة كسرو فمثال الأسماء أسماء دي مثال كيدي أسماء دي الخمسة وشنطيه أسماء دي المرفوعة اللي إذا أمرك هدو وحكفرو أبوك أبها فأطيعه أبيعوي أباه طوح كفره إلهها كبوة كبيرية أضيع هدي وحك وكفرية أي سنهين الله عاسي هدي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق الله عاسي هدو كبيرة هدو أبانا لغا مييرو مدحوين لغا مييرو معلن كاغا لغا مييرو إدنا لغا مييرو واسداس محل شاهد كمان تلغا ربا وامحي أمارا وفعل كافتنا ومفعل به مفعل به كالصهر مري فاعل كوي أبو وفاعلك فاعل ومرفوع مركز أسماء الخمسة وهي عامل رفعية كورمرة وأمرة وفعل كأ وهو ذا سلو رفعية ضمك النائبة هاي وحضر وايمد أخوك ولا الكا من سفر سفر كيسي وكيمد محن شايت كوالك وأخوك حايا لأخوك محا كورمرة حضر وفعل ماضية أخو مركز وفاعل فاعل هو قدني عامل كيسا قدو حضر مركز علامة الرفعة دير وهو ذا وهو ذا ضمك النائبة وقول كويري فكل متكستا ومن أبوك يا وأخوك مرفوع ولقدي محل لقدي لأنه فعل أمت وتعليل إلا ذي لقدي لقول شيء لأنه فاعل وفاعل فاعل ولقدي وعلامة رفع قد كيس علامة اللقو قرانا علامة اللقو قرانا قد كيس الواو ووهودة نيابة نائبة قال النائب كتهاي عن الضمة الضمو لأنه لفظي كان أو أه أبوك يا أخوك من الأسماء الخمسة يكمدها والكاف كافتا أبوك كافتا كدن بيدا أخوك كافتا كدن بيدا كافتا سو مضاف إليه وي مضاف إليه مركا وال لكرا لكن كافتي هو اسم مبنية اسم كمبنية هدو مركا ميل دغو و اسم الهوس بيجي جرو دغني هاي وحال ران محل جرو يهلا والكاف كافتا مضاف إليه وي مبنين على الفتح فتحة اللقوب بنيهي في محل جرين حاليكو سغانطاي ها ماشي تالو معنى اسم كي دغا والله هوس لغا واي إلا مضاف إليه والله هوس لغا هاي ومثال الأسماء اسماء دي مثال كذي اسماء دي الخمسة تشان تهت اسماء دي المنصوبة اللي كرد جاي أضيع وعي أباك أبها هدو وحكو أمره فو أم عاسيا هين وين هذا أضيع ذا وعي هاي وأحبب شعلو أخاك ولا لك حد ولا مرمي وأبو ولا لك أي ولا لك شعلو ساس الله ظهر مارك محل شايد كم أتوه محي أباك ومفعول به إلا أضيع وفعل يفاعل
وياه أخاك أنا مفعول به إلا أحبب وفعل يفاعله سو ما جديد مفعول بنا ومنصوب مركب اسماء الخمسة عامل نصبيا كورمري عاملك هو أضيع فعلك هي أحبب فعلك فكل متكستا أو من أباك يواقعك منصوب ولا كردي حال الله كردي لأنه مفعول به ومفعول به مفعول بنا ولا كردي وعلامة نصب إنه كردي علامة لقوا قرنا الألف وي نيابة نائبة حال النائب كتع عن الفتحة فتحه لأنه لفظ قاسو أو أه أباك أخاك مذكور كاسو من الأسماء الخمسة يكمديها والكاف كافت كجرت أباك أخاك مضاف إليه وي مبني ولا بني على الفتح فتح الجبني في محل جن حالة كوسو غنطاي فتح الجبني لك محل كوا كتشر أنت أو مضاف إليه ولا ترى اسم هوس لجان بوس كيس يدكت كما سبق سيصهر مري ومثال الأسماء أسماء دي مثال كيدي أسماء دي الخمسة الشنطة هاد أسماء دي المخفوضة اللي هوس لجاي استمع دقي سوي إلى أبيك أبا مرق وحكوش هيجيو قلبك على ملك لا تجيني دكت أوراري وأكون ناصح كويا وأكون نصيحينا واحد دون كاري أقرأ هذا ونقد كوجرتو وكوش هيجي وأشف أطر على أقيك ورالك ورالك حاسس أكون غن عدوه ورالك أطر أم حريصه حن شايف كلا ربع هذا وهالكي أبي واي أبي وحصري أنت حيل عامل وحصري كارمري وإلى هذا وهي أخيذنا وحصري أنت عامل وحصري كارمري وعلى هذا وقول فكل متكستا أو من أبيك أو أخيك مخفوض والله حصري للدخول حرف الخفض حرف حصري جريدة أو جريدة رادين عليه كل جسكر كيسة وعلامة خفض حصري كيسة علامة لقو قرانا أخي يا أبي ألي أو يأدوي نيابة نائبة يأدى سبحان النائب كتاي عن الكسرة كسره لأنه لفظ كان أو أه وحوين أبيك يا أخي من الأسماء الخمسة يكمدية والكاف كاف تكدم بيدنا مضاف إليه كما سبق سيصهر مري إعراب الأفعال هذا كان إعراب الأفعال وأفعاش إعراب كيدي أفعاش الخمسة والشنطة هاب أفرتي كلمة حروف الإعراب كيدي كلمة دي قد بيدي وهي وأفعال الخمسة قال محمد بن محمد بن داود السنهاجي وأما الأفعال أفعاش الخمسة والشنطة هاب فترفع والقد أفعال الخمسة بالنون بثبوت النون يلقو جدا نون أيها لقد دبان مريا ألف الاثنين وأول الجماعة يا المؤنس مخاطبة نون لقد دبان مريا نون تاسع لقو قرتين ورفع سيني هاي وتنصب على كردقة أفعال الخمسة وتنصب على كردقة بيحات فيها نون تلقو يلقو كردقة عامل هدو كور مرا وح كردقة أفعال الخمسة نون تلقو جوية نون تاس قنانت أي قنانت هاي وعلامات لقو قران أيو إن أفعاشان كردقة انتهاي وتجسم ولا جسمية هي أفعاشا وتجسم ولا جسمية هي أفعاشا هدي عامل واحد جسمية كارمرو بحد فيها نون تجوين تلا الجسمية عامل واحد جسمية دو كارمرو نون تولا جوية قال محمد بن قال محمد قال وأقول مية مرينا هي قال محمد محيدين عبد الحميد وغيري وأقول وحن لي وأقول ذو حبا محمد محيدين عبد الحميد أي إسكال وشارحة وأقول وعن لا يهيرة الرابع لفظك أفريا لفظك أصوم من الأشياء شيالك كمدعة التي شيالك تعرب لا إعراب بالحروف حروفة الأفعال الخمسة توي وقد عرفت ونصوى قرطي فيما كي سبق هرمري حقيقة الأفعال أفعاش حقيقة ذي أفعاش الخمسة والشنطة أفعال الخمسة حقيقة ذي واحدة وتسوفان ما هم شنف القرية وفعل كستقوى مطارعة ولا حريريو ألف الاثنين أمسه واو الجماعة أمسه يا المعنث المخاطبة فعل كستقو مضارعة ولا حريريو أفعال الخمسة وي سو ما تشيدي سيدة أصال ليرا مثال روحو كويري وأقول وحن كلاية هاي تاسمان أخرين وحن مرينا صدر ككلا وحكم هذا أفعال الخمسة حكم كيدا أنها أفعاشة ترفع والقدا بثبوت نون النون طول السؤال القدا هذي وحوين عامل نصبية هي عامل جسمية أن متنك هرمرين نون طوال السوغة أفعال الخمسة هذي نون تسوغن تانا واحد قراني أفعاش أسوني إني قدنتي نيابة نائبة حالي نون تنائب كتا عن الضمة الضمة وتنصبو وعلى كردقة أفعاشا بحد في هذه النون نون تلقو يالقو كردقة هذي عامل وح كردقة كرمر أفعال الخمسة وحالقو قرطة وحوين نون تلقو يو وتجزم ولا جسمية هي أفعاشة بحد في هذه النون النون تانو لقويو نون تاس قوين تيدا أي اللقو جسمية هدي عامل جسمية وكور مرانا وحويان نون تاوي لقويا لا بدا سكوربا نون تاوي لقويا على مضوها حان لبدا يضلوك لقرطا إنو إلا ما دام لبدا من نون تاوي لقويني عامل كتفيريني
هدي عامل وح نصب يكوريو وح لذا مونت وح لقو أنتي نصبو هدي عامل وح جسم يكوريانا وح لذا مونت وح لقو أنتي جسم ترتيب سداس اللذا مو على عامل كلو كلا كرتا نيابة نائبة تنحى أي نائب كتايد نيابة نائبة تنحى لقوين تاس نائب كتا عن الفتحة فتحه ويا هي أو السكون السكون فتحة قومي نائب كتاي ومركي عامل نصب يكورمرو قومي سكون نائب كتاي ومركي عامل جسم يكورمرو فمثال الأفعال أفعال مثال كذي أفعال الخمسة الشنطة هاد أفعال المرفوعة للجودي تكتبان لبدينا أنا قرية دانوال فيدي تكتب فعل مضارع ساسو اسكها أداء قرية هي الفلسطيني اللي حريري والله بقف كذلك تكتبان خلاص وأفعال الخمسة مركب تفهم وتفهم ميدا فعل مضارع ساسوها الفلسطيني اللي حريري وقرال ألف كلا حريري والله بقف كذلك وتفهماني وتفهم ميدا وي ويقول لي فكل متكستا او منهما تكتبان يتفهمان كم متى فعل مضارع مرفوع وين لغد او عاملك غدي اوي ولتجرده كقونانت او كقاوينها ما كدر بيلده او كدر بيلي من الناصب عامل كردغا يا ول جاسمي مت خيبا انو غدي وها كتوسيدا وها ويان تكتبان يتفهمان عامل جسمي انا كما هريو عامل نسبي انا كما هريو واي وغير مركا فكل من كستا او منهما تكتبان يتفهمان كم متى فعل مضارع وي مرفوع وان لغدي او كير ما نتص انه غدي عاملك غدي اول وهو كير والتجرد كدربيلد او كدربيلي من الناصب عامل كردغا يو جازم عامل ريبا لبدود اني رفعسين وحنا تصا عامل وحنصبي انا كما هريو عامل وح جسمي أنا كما هريو لبعض أسهد دين لوايو فعلك مضارع ورفع السنية هاي ورفع السنية وايه علامة رفع المركة علامة دلوق رانا وامحي وعلامة رفع قد كيس علامة دي سنة ثبوتون ونون تسوغن مربع دارة نون تاس أفعال خمسة دو السوغن فعلك أسوار رفع السنية تكتباني تفهباني نون تو مربع دي ماشي الشوكتون لقوين فعلك أسواني قدن يهي كتوسي والألف ألفتا تكتباني تفهماني ألفتا كجرتا ضمير الاثنين لا قف ضمير تصيوي فاعل وفاعل فاعل هذا هو قد ناتري سماه لكن الف هو مبني ها اسم كمبني هدو دغو اسم غودن بوسكي اسم حال هذا مبني على السكون سكون لو بينيس الف ما جدين سكون ساري في محل رفع حاله كسبنت بوسكي تلا و بوس قد الا بوس فاعل سو ما تالو فاعل هذا هو غودين ومثال الافعال افعاش مثال كيدي افعاش الخمسه شنطه افعاش المنصوبه لكردغي لن تحزنا مرغو ميسان وي فيري تحزن واد مرغوني فعلك مضارع ساس اسكها الف الاثنين الحريري تحزناني هي لم عامل وكردغا كورمري لم اكمد عوامش وكردغا لن تحزنا هي تحزن وكردغا تمرك معاك توص عامل انو انت مكان مونتان إني ما هتاي مقنت هاي وأكردك أنت إني كردك لا مقنت هاي نحكتو سلمت هاي ولن تفشلا ما نفشل إنسان تفشلو وتفشل مه ساسه فعلك مضارع كل جيسة ألف الاثنين لا حريري تفشلاني هاي لن عامل وأكردك كورمر فعلك لن تفشلا أو أوي نونتي ولا جوي عامل كردك كوري سو مجيد وقول كير فكل المتكستا أو منهما تحسن أي تفشل كمتاء فعل مضارع وي منصوب ولا كردي باللام أي لغو كردي وعلامة نصبه كردجيس علامة لغو قرنا حذف نور ونون تلجوي والألف ألف تكجرت تحزن تفشل ضمير الاثنين لبا ضمير كودوي لبا قف إلا الله لا يكتوس فاعل وأنا فاعل ألف تسا فاعلة فاعل وجود ناتري لكن ألف هو مبني لو هل حرف وي ومبني مبني مركه ويل بني الف كاس على سكون السكون اللي بيني لا اسكا صار في محل رفع حاله كو سوغن ياهي ها اسم غدن بوسكي سو يالا سو ما جيدت وايه ومثال الافعال افعاش المثال كيدي افعاش الخمسه شنطه افعاش المجزومه للريبي لم تذاكر عشر كاخر ميدان انا اني جيده هرتا اني هاي دوي لن لم تذاكر عشر كان صوم ادنان اخرنده هيا كا قلد عشر كان سيدد وجه جواب ويدين ان اركيو صوم ادنان اخرين لم تذاكر ما ادنان صوم اخرين ايغا مدن بين مكان ساك اخريي تسوي ولم تفهم ما ادنان فهمين دغانو ميش اسكف فديده هايدين ما ادنان فهمين سو مجيد
وحوي المركة تذاكراني أي إهب أفعل خمسة ضع تفهماني أي إهب سو ما جديد لكن محام منتي أوي عامل جسمية كورماري لم توي لم تذاكرا لم تفهما منتي والقوي لم تصدرتي فكل متكستا أو منهما وحوي كمت تفهماني تذكراني متكستا كمدا فعل مضارع وي مجزوم ولا جسمي باللم أي الو جسمي وعلامة جسمي خير كيس علامة تكوكرم حتف النوني وأمون تلقوي إنه ربنا تعصب كتوسي ألف تام حيت مركز تذكرة تفهم وامحي ولا ألف ألف تضمير الاثنين لا بقى في كتوس أي توس تضمير كاس لا بقى كتوس تا لا بقى ضمير كدوي فاعل وأنا فاعل فعل كفاعل كيسوى اللي بدو داس ويوح على ليه وح ما أظن سمعي ويا مبني ولا بني ألف تاس على سكون سكون اللي بني سكون وسارين سو ما جديد في محل رفع حالة كسرت محل كي كجدن تو اسم جدن بس كيس يدك وفاعله تمرينا بالليل هي تببر الغسين ضع بك كل كلمة كلمة كستة كلمة دو من الكلمات كلموين ككاملة كلموين كألاتية إمارية في جملة جملة دحريتك جملة داس مفيدة وحفائدين دا بحيث مال تكون كلمة داس النقونا إذا منصوبة تلميذ لكاردقي جملوين كصوص على كلمات كصوص على مد كستو كاملة جملة أدو قلي كلمة انت قادتين كلمة دا الغسين جملة دحقلي هاي واي هاي بحيث مال تكون كلمة داس أيهانا إذا منصوبة تميد لكوردغي وبين عده علامة النصب بها كوردغي إذا علامة اللغو قرانا الجو هودي فيري الغبار باركي فيري الضريق والضدي الحبل حرقي مشتعلة ضبك ومدهور يسوه العيسى القطن عطبي 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 هو واحد صوماليد الصوف كأتغانو صوف واحد اللي العربي قرطة إضاحة صوف تاسالي رضا لكن واحد سوالف عيو تقام واحد ويان إن صوف كعطبي وي وقطني على هذا قطني وعطبي جدا ماركة سو ما جديد صوف لقرت إذا هلا هذا ويا هاي ماركة واحد هذا القطن عطبي المدرسة تويسكولكي الثوبان اللي بدين مرا المخلصون ذاتك عبادة إلهي وبرح تري المسلمات قبل المسلمات كها أبي أبي العلا سرنتي الراضي كرالجها كلمات كاس على قربها هذا ويسكال الفات عن سكتير النيوي معناها هذا وما نيجي ماركي جملة لقري شيء معناه يلا نيجي كل جودة نذكر لك تلاقربها هو واحد عامل نصب يجريده الثاني بعدك كل كلمة كلمات كاستا ومن الكلمات كلمويين ككاملة كلمويين كألاتية إيمانية في جملة مفيدة جملة وحفائدين إذا نحجلي بحيث مال تكونوا أي النقارة يسو كلمة داسو مفروضة من الحاصل جاي كلمات كصوص عضها تمن تقادتين عامل وحاصل كارمري وبين مرك عدي علامة تخفي حاصل جيد علامة ديدا أبوك أبها المهذبون قوة اللي إدبيي عروت الله صافي جريء أخلاق حمد الله جاي صافي جريء القائمات قوة أتاجن بواجبهن القائمات هوين كأتاجن أما الدمر كأتاجن بواجبهن واجب يالكودة المفترس كي أجار سناي أحمد يركي أحمد ها مستديرة مد وريكسن الباب الباب النخلة الثانية اللي بجد التمرة الفأرة الثانية اللي بتشير أما اللي بتدولي ده رأي غنم صومالي قاعد مد كارب تدوكم بقى عابو الفأرة الثانية الله ضحي اللي بتشير أما اللي بتدولي سو ما جديد القاضي كيدك كلا حكم من أيه الورا مخلوق يطن كلمات كاستقادين عامل وحاصل كهور مري الثالث بعدك كل كلمة كلمات كاستا ومن الكلمات كلمات كاملة ألاتية تيمانا إذا في جملة جملة إحقالي جملة مفيدة وحفائدين إذا بحيث ميل تكون أي كلمة داسوهانا إذا مرفوعة مدل القدي وبين عده علامة رفع قد كده علامة إذا أبويه اللي بدي يسي والد المصلحين اللي بدي يددك هشيسين إيان المرشد كي هنونين إيان الغزات كوي غالبا كو دولي الآباء بيالكي الأمهات هويوينكي الباني كي قرق ديساي ابن ويلكي إيا أخيك والالك كلمويكا سوحالك عربا عامل وحرفيين أتكور مريضو ويوغو قدان أتكنتو وعلامات الغرفيين أتشيكتو الرابع بين عده في العبارات التعبيريالك الاتية إماد دونا المرفوعة اسم كان لقودي والمنصوبة كان لقردي والمجزومة كان لرياضي من الافعال حالو كمدي هاي إيا والمرفوعة كان لقودي والمنصوبة كان لقردي والمخفوضة كان لهاصلي من الاسماء حالو كمدي هاي وبين عده مع كل واحد متكس لجير كيسة علامة إحراب علامة إحراب كيسة وهذا لقربة كلمات كان صوص عضا inaad ka soo saarto waxa weeyeen kelimada godan oo ficilka mid ka dhigan oo ficilka mid waxa weeyeen reeban oo ficilka isimka godan isimka ka dhigan isimka hoos dhigan iyo mid walba calaamada istashara umar ibn abd alaziz umar ibn abd alaziz wuxuu la tashaday fi qawmin ayu dadka kala shuuray
استشارة وحكشورة يا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين في قوم ضد أرنتود يستعملهم ومسؤولين كدقائي ضد وشغوين وديبهاي ضد كاسو ويريها لغلطة ليو. فقال له بعض أصحابه صاحب ذي سكوال كميدا وحي كوير هذين عليك بأهل العذر ضد كعذر دارك أهل كأوآ ضد كاسقاضو وحد شغوين كوديبتا ضد أدعذر دار وهليدو وحي قلضو كيما هذا عليك أي إلزم لازم بأهل العذر ضد كعذر دارك أهل كأوآ معناها ضد كأثاد وعذر دارك وهليدو قال وحر ومانهم ييهن ضد كعذر دارك اللو هلا قال وحير هاد وحير بعض جل تلين أيوه قال بعض جل تلين أيوه وحير الذين وضطك إن عدلوا هدي عدالات سميان فهو عدلبو ما رجوت وواحد رجيدي وإن قصروا هدي قابيان وحق اللي غير بيواجوك كقابيان قال الناس ضطك أيليهين قد اجتهد عمرو عمرواد ذلك سواد ذلك لكن وحوين أيقا قلتك إسكاله تتكاس قاضو وايه أحضر وحو كاني الرشيد الرشيد رجولا نينو كاني ليوليه سيو قديبو القضاء حقنك نينو كان رشيد ما قرأتي أو رأينو قادكا لغو أحضر الرشيد رشيد وحو كان رجولان ليوليه سيو وحوين قديبو القضاء قضاء ومسوريات داس قديبا ما تشكاداس فقال له نينكي يا وحو كوير رشيد فقال نينكي وحو كوير له رشيد إني أنيكا لا أحسن القضاء حقنك سفي عن أما أقنع ولا أنا فقيه أنا فقيهنا ماه ساد قاضيه قد إيه أنيقى حقون كسفي عن أما أقام فقيهنا ماه فقال الرشيد وحكويري فيك وحا كوغسوغان ثلاث خلال صدح سفو صدح سفا كوغسوغان ساسترتيدا كاقد إيهنا هاي لك وحا كوسونا ذي شرف شرف وشرف شرفت إيه سمعات دوان أكسانونا يمنع وحكريبا صاحبه وقفك صاحب كيس من الدناءة وحيالها الليته شرفت هذا كود دي ده وحي لها اللي ت لالوش كأي قرن كأي نين كان أنا يقول قبيل يهاي أو إيه حنا أيه وحوي نين كان وصاحب كأي نين كان وين كي وين أيه هاد جناح صلاح هاي أما مسؤول كأي أسرع حكم الجمهور يدي كرا الله ما حكم كرأي وحاس قرن كه اللي ت شرفت هذا كاري بيسه كو هل كاس وصفه صفة الله بعض ولا كحلم دل قابض لابا نين دك دجا متيد ودور بابا سيد الجريء يسكوس الرورة يمتيد تحناقو ولا كحلم دل قادر لا ضاي دل قاد كاسو يمنعك كود ديدي من العجلة دقدقت إن دقدقتو ومن لم يعجل قف كان دقدقنا ومن لم يعجل قف كان دقدقنا قال الله وحير هذا خطه قفكيس بدنا عبادك قفكو بدنا ودقت دقدقة وأن كفير صن لكن قف كفير صدا ترتيب صدا شيء عصون كبار دقين وأفو فير صن أن كل دقاقين خوف كاس قلت كسويري سفادة صدحالة الله وانتا ديگا رجلو نينا تاي تشاورو وات كتشطا في امريكا رين تاضا الرين مكا ربطانا تكون دقاق ديسكا كما دقاق دي دادكا لا تشطا دادكا اهل كاوا اياد لا تشطا ايسكا كما دك دك تي ومن شاورا قفكي دادكا لا تشطا اي وحوين الرين والبا او كون دقاق ايا دادكا او قوم تاوري او نا ام مرين ايا اني دا عدا يهين قفكي كلا تشطا ماهن الرين والبا ان قف والبا اتكلا تشطا قف انا قوم باولا ان حد كلا تشطاني qofki laba sifayn u leeyahay hal rabaad la tashanaydo waxa aad kala tashanaydo waa inuu aqoon u leeyahay tan labaad waa inuu naasix yahay daacad ku yahay ee uu sanqaf ma kiraho dhalim ahayn marka waman shaawara qofki dadka la tashadana ka thura sawaabuhu sahbi saabadata ko fiqigi ka maqnaaya soo haray halkaana ku kabaysa wa amal fiqhu fiqiga fasayan damu ilayka waxa kugu soo biiraya man ahad tatafaqahu bihi ad fiqiga kabarato هل مدو فقيه اه ان صفات دان لهين اسغا قادي لغا ديغي كيرين ايان كو ديبي اه جيت اسكا حمبارسن فقيقي لكن ان وخبط دك كو كلا ساري كيرين او هادول واخ يربا لو وخنا قو سيده جيري اسكو سو روري واخا ويان مر الله ماركي ميد بويهو ايلينتو كسوتو ييمادو ييرا الله والا دون مسكلي ماركاسو خوغونكا دوربا اوريدي الا كي كلنا وابا ميد وا لغا سو تغي وربا كما هاي ما با سو ييبا ماركا كاسو كلان قادي وسوبن لكن فقيقي حمبارسن كاسان كو سو بيري فوليه مسولو كدغ ninkii masuul ka dhigay fama wajadu dadkii meherin fihi ninkii dhexdiisa madcanan meel laga duro wax lagu eedeeyo ninkaas waa laga waay al khamis fanni tasniye al kalimat hadii adaa laga raba ana ariban wa ku laqbi laakin adaa laga raba kalimadka ku jiray ee waxa weey marfuuca oo ficilka kuwa mansuubka kuwa majruur majzuumka adaa laga raba soo saarto iyo asmaada marfuuca asmaada mansuubka asmaada makhfuudka iyo mid walba calaamadiisa taas adaa laga raba shaqadaada فني تثنيه الكلمات كلموينك كلموينك الاتيه تا ايما دونا مثنى كدغ
ثم مركز مثنى كدغته كغدال استعمل استعمال كل مثنى مثنى كستا في جملتين لبد جمله دخله استعمال مثنى كستا تقعد جمله غلي هذا كقاده جمله كلي غلي لبد جمله مفيدتين وحفائدينيه بحيث ما يكون اهانا مثنيه في واحده مد او من الجملتين كمد مرفوعا مد لغدي وفي ثانيه جمله كلا هدا غليدانا مفروض مد الاصل ونقنيه الدوات جليغي وحبلنا سو مره دوات waxaan iri waa weelka lagu shubto qadda ama anqasta adba sidaa u taqaan dad qad u taqaan dad anqas u taqaan adaa yagaan Soomaaliga ee waxaan u la jeedaa waxa weeyaan dawaadka waa weelka lagu shubo qadda wax lagu qoro weelka lagu shubo weey qadda laftirkeeda ma aha dawaad waa weelka haye al walid hadaan garab al fatana tafniido al hadiqa tubir al qalam qalam al kitabu kitab al balad magalo al mahad mahad هي السادس اجمع جمعي الكلمات كلمه انك الاتيه تيمات دونا جمع مذكر سالما جمع مذكر سالم جمعي واستعمل استعمال كل جمع جمع كسب في جملتين لبا جمله مفيدتين وحفايدين وعلى غرابه جمع كسنت قاديد جمله غلي هذا كسار جمله كلي غلي بشرط ان يكون وين نقض جمع مرفوعا مثل غدي في احداهما لبد جمله مثكود ومنصوبا مثل كردغي في الاخرى مثل كلام تاس على غرابه واكو انا الصالح قفك ونكسن المذاكر وقفك عشر كي ساقية الكسل وهسدة المتقي قفك لك بقى الراضي كان راضي محمد هذا اللي قربه هنا وحانا ضم اتشمع مكرسان كصوركتو اللي بيتشم لأد ميد بمر جليدو الصابع بعدك كل فعل فعل كستو من الافعال كم اذا افعاش المضارعة مضارعة افعاش الاتية ما ضنط في ثلاث جمل سدح جمل جلي سدح جمل مفيدة وحفائدين ايدا بشرط ان يكون وان النقض مرفوعا بشرط ان يكون فعلك وان النقض مرفوعا مثل غدي في احداها جملوين كمدود ومنصوبا مثل كردغي في ثانيه مثل لباد ومجزوما مثل ريبي في ثالثه مثل صدحات واكو انا فعلك يلعب وعياره يؤدي وغدنا واجب واجبكيس غدنا يسامون ودالا ينواي تحضرين وحوين غبر يحي واد ايماني وي qalbiga inaad la timaado la raba ma hane waxa weyn haddii mukulaanta meesha soo fariisato 10 kiin aadan dhageysayno meel kale aad jirto ama iska hordaydo de waqti qasaar soo ma dana agar qabsataa rabay yar ju waarajayna athawab athawab yusafiran wa safrayan as'ilatun ku yi taye as'ilatun ila kam qism meeqa qaybo ayay tan qasimo u qaybsanta al mu'rabatu kalimooyinka la i'raaba meeqa u qaybsanta ما هي المعربات كو الاعراب محيه الله تتاسو تخرب الاعراب الحركات هذا لا غرينا شيقت ميغان كو سو شيغا حتى انا كو شيغ ما دا لا غرينا شيقت ما هي المعربات كو الاعراب محيه الله تتاسو تخرب الاعراب بالحروف حروف اسئله عن جواب والبهطاله سدا لو سو شيغ وشقين واخا وين وقتك اسكا فاهم كتاب كان فاهم ميدين ان اد حفظ دا لا غرابا هو سدا سؤالها اي يهن اد سو ود جوابته سو ما جيدت ايه ما هي محين المعربات كو الاعراب التي تصاد تعرب الاعراب بالحروف حروفها مثل مثال للاسم المفرد اسم مفرد المنصرف او صرفوميه اسم كسو في حاله رفع جوجه اي والنصب حاله نصب سو جوجه اي والخفض حاله خفض سو جوجه كل مثال ومثل مثال لجمع التكسير جمع التكسير كذلك سلاسو كلا سو حاله رفع جوجه سو حاله نصب جوجه سو حاله خفض جوجه مثال هي بماذا ينصب محل كرئ جمع المنصال هذا لا غرابنا شيخ علامه لو نصبيه مثل مثال لجمع المؤنث صالح جمع مؤنث في حاله النصب حاله كسوغي مثال مثال والرفع حاله النصب سو كسوغي مثال مثال والخفض حاله الخفض سو كسوغي مثال مثال بماذا يخفض محل هوس دغا الاسم اسم كالذي اسم كلا ينصرف انصرفومي هي اسم كان انصرفومي واخ لو قفطيو هذا لا غرابنا شيخ مثل مثال للاسم اسم كان الذي اسم كان لا ينصرف انصرفومي في حاله الخفض حاله كسغن يحي والرفع حاله رفعه حاله كسغن يحي والنصب حاله نصب حاله كسغن يحي مثال كان بماذا يجزم محل جسم يا لو ريبا الفعل المضارع فعل كمضارع فعل كالمعطل الاخر اخر كجير محل جسميه مثل مثال للفعل المضارع فعل للمضارع فعل كمضارع المعطل الاخر اخر كجير في حاله الجسم حاله كسغن يحي هي تاس مثال كان ما هي المعربات كو الاعراب محيين التي تصد تعرب الاعراب بالحروف كلمات حروف الاعراب محيين وبماذا يرفع محل غدا المثنى وبماذا ينصب محل كردغا مثنها ويخفض محل هوسغا وكسو جواب كرك انك كتقان الرب بماذا يرفع محل غدا جمع المذكر السالم وبماذا ينصب محل كردغا جمع المذكر السالم
ويخفض محل وهوس دغا كسو جواب مثل مثال للمثنى مثني في حاله رفع حاله كسغنها يا والنصب حاله نصب يا والخفض حاله القفطه صدح ذا مثال كان ومثل مثال للجمع المذكر سالم كذلك ساسوكله جمع المذكر سالم حاله رفع جوغا جمع المذكر سالم حاله نصب جوغا يا سو حاله القفطه جوغا بماذا تعرف محل يقان بماذا تعرف ميا بماذا تعرف محل اعرابا الاسماء الخمسه اسماء الشنطه وحل اعرابا لا ربا هي صوشيب في حالة الرفع حالة كسوغنتاي والنصب حالة نصب حالة كسوغنتاي وبماذا تخفض محاسل غوصيغا مثل مثال للأسماء الخمسة أسماء الخمسة في حالة الرفع حالة كسوغنتاي والنصب حالة نصب ومثال كين ومثل مثال للأفعال الخمسة في أحوالها الثلاثة صدح هذا حالة صدح حالة وامحة حالة الرفع حالة النصب حالة الجسم أبا لك أرى أن المثال كينتو سومة جديد هل كسورت أسماء هنوغهرتو الافعال افعاش وانواعها هذا محلها هل كان واحد قالينا افعال افعال ما كان اللي قال لي بابك اي نوع عيال كده الافعال افعاش وانواعها نوع عيال كده هذا محلها قال ابن محمد ابن محمد ابن داوود السنهاجي باب الافعال افعاش بابك دي هذا كان محله ومحل كل هذلاي وكان مش افعال له هذلاي الافعال افعاش ثلاثه وصدح افعاش وصدح ماض فعل ماضي ومضارع المضارع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أمر هي صدح ذا سيف عاش وقيم سنتا محايل في عاش إن صدح وقيم سنتا صرت كينا وحوي سيدي سفعل كوا حدث وتصع إيوه زمن وعد عضو يا زمن مركا مركا واحد عيان أما هو زمن تجي وماضي أما هو زمن كهدا اللي تشوفه أما صوص عضة ومضارعة أما هو واحد أمر إذا هدا كدي من الصميم وحدث أبو أمر إذا زمن كهدا كدي من الصميم وأمرك سومان ما دام الزمن كسدح هي حدث كان اعضاد الزمن كيكون حدين اما الزمن تجي اما ميد كانت اللي تشوفه حاله اما كان سو صوده سياس صدح النقط نهو ضرر هذا كورو قراعي ويطرب هذا ديرتانو قراعه واطرب هذا كذب قراع سو ما جيد ضرر فعل ماضي ويضربنا فعل مضارع واضربنا فعل امر هاي فعل امر واف صومالي فعل له امر وي عربي فعل امر واسكاب صومالي قال لما ربا فعل أمر إنا ترى فعل له أمر إنا ترى لربا وأقول وحن لا يهي ومحمد محمد الدين عبد الحميد أقول وأقول وحن لا يهي ينقسم الفعل فعلك وقيب سما إلى ثلاثة أقسام سطح قيب أضو قيب سما القسم الأول قيب تقوه الرئيضة الماضي وماضي حال إلى ماضي خورا لقوص وشيغ لكن إحسان وقوص ميو مركلو هذا نحدك يكون شيغ قارو محايا وحيس كتير مكتاي ونضطك ونمكوش ضطك كامتا لكن أنا وحصاحف دين مرك قار كاسو بالإحسان وصمينا إني هدب برارجانه ما دام فرصة ده رضي عين بل مرك أنا وحيف تيان إنكره وحكوري وهو ماضيه ما شيء ويدل تصي على حصول شيء شيء حصل ديس قبل زمن التكلمي حضلي ده وقت إذا كهنا وحصري لفظك فعلك إيكو تصح وح دعي مرك أصل حد لا يكهر لفظك كتصة كسال رفعل ماضي مرك أصل حد لا يكهر وح دعي وح كتصة قال واير حتى كور ويريد مركز لا كور وير وقتل وادلي مركز لا كور دليد كتب وا قري هذا الكسكور قرال كان سو حصل سو ما جيد مرك و هو هو ماضي ما شي وي لفظي وي دل كتسي على حصول شيء شيء حصل قبل زمن التكلم حد لده وقتي ده كور نحو ضرب هذا كور قراعي فير قراع انو غور مو حصل وقتي لا كور ونصر و غرغاري نصر انو غور مو حصل وقتك لا هذا لا يكون وفتح الباب كي يفري فتح كانوا قرمو حصلي وقتك لا هذا لا يكون وعلم وأجادي قرمو علمي كان قف كانوا يش وقتك لا هذا لا يكون وحسب وملئي قرمو ملئي مرك لا هذا لا يكون وكرم دقسيون نقضي سو ما جديد القسم الثاني قسم غلبات المضارع مضارع وي وهو مضارع ما لفظي ويدلك وتصا على حصول شيء شيء سو حصل ديس في زمن التكلم وقت لا حد لا يوصو حصله او بعده اما مركز كغدل وصو حصله نحو يضرب وقراعة قراعة سو حصله غور ما حصله مركان حد لا حد لا يو ابل اشي سوتابا واتن غوديد ويريس سو ما جديد اما سي واحد وين هدا اي قراعة دون لبدا هو اقبل فعل مضارع وينصر وأجرجارة حتى بجرجار في صعده وضعه وقت جاس وحويان هذا الكل صعده صعده أما هدا كذب أحدون ويفتح وفرة حد بالباب وكان كتشق شخصية يفرية حد بصعده فرة بس سو مجد سو وحط دعي أما سهبه وفرة ويعلم وأجانا حد وأجانا أما هدا وأجانا الله بضبو أقبل فعلكم ضارع
ويحسب وملينا يحسب يحسب وهذا ملو ما كلو كوبنام يحسب إن تسينك جدو وما هي مركز وتري رواد ها وحبو حسابنا وسينك مركز جدو لكن هذا كردي هذا غصلي توامح وملينا وي وملينا هاي ويكرم دخسي النقنا القسم الثالث قسم الصدحات وفعل كامير الأمر أمر وي وهو أمركم ما شيء ويطلب الغطلب به السقا حصول شيء شيء صاحصره بعد الزمن التكلم حضليد وقت إذا كجدال وحل هذا أمر وحوين لفظ الغطلب أيه مركز الحضلة يكدب وحل السمية وروح السمية أضلير نحو اضرب قرع اضرب قرع لفظ قال اضرب أمحاتك الغطلب قرعت إلا السمية مركز أضلير إذا كجدال أيات قف كغطلب انصر جرجال انصر محاط كدل بين مركز أظهر ليده أيات كدي بقف واحد وقدل بينه جرجال كسمي ساز اللي هذا وافتح فرق البابك واعلم أجو واحسب ملاه وكرم دقس النقط وقد ذكرنا لك وقوس وشجني في أول الكتاب كتابك أول جيسة هذا تقسيم قيبين تام صدق ده إنه فعلك وقيب سمو هرام قوس وشجني وذكرنا لك وأنا قوس وشجني معه تقسيم كسل جركيسة علامات كل قسم قائم كست على مدير ما دق على مديس مضارع على مديس أمرك على مديس قسم قاسم من هذه الأقسام أقسام تكم إلى ثلاثة وصدق ده أحكام الفعل فعل كأحكام تيسي هذا طن محلها محل كذوي هل كانت وحنك جرينا وحوار وحيس كي ترتري يا لكن فعل كأحكام تيسي رسم جاه مركان اللي جليه قال وحوري محمد بن محمد بن داود السنهاجي وقولي فالماضي فعل كماضي مفتوح الآخر آخر كوالجا كردجا أبدا ورجس فعل كماضي ورجس فتح على إسكسارة ضربة قتلة فتحة علمة سوما جديد هاي وكسامات والأمر أمرنا مجزوم وامل لجسمي أبدا ورجس والله ريبا مذهب كيس ومذهب كي كوفينت ابن أجرومي نمانك كوفينت وحقبان أمركو مضارع قيب كمدوي قيب قورية ماهن سأستكت ذا والي جسمية واكن كله هو معرب لكن مذهب كالصحيحة شارحنا وكس عدونا وحوين أمركو ومبني وحانا اللغو بنية وحي مضارع يسيلو جسمي جري تاسا اللغو بنية والمضارع مضارع ما شيء وي كان هو هذا في أول مضارع على مدي سوكو شيغا فيه علامته هو كو شيغا معنى علامات عصوف هذا كو شيغا والمضارع مضارع ما لفظ وي كان هو هذا في أول كيسة إحدى الزوائد زيادوين كي متكمدة زيادوين كي على أربعي أفرتها وحوين زيادوين كلمة أسل كيدا كسيادة أو أفرها جرا أو مضارع على قبل الوضو أو كلمة أسل كيدا كسيادة موجودة زيادوين كي أفرتها أول كيسة وحي لغا هيرو أو مضارع لير هذا زي الله تزيادوينك يجمعها وكل كل من يو يجمعها وكل من يو قولك هذا كاك أفرت حرف واحد وكل مية إن أترى هذول أريتو مقصود كي يجي أنجاره مقصود كي يجي وانجاره كتاب كي وافهمي نحو دي وعي فرنتي الحمد لله إن أترى هذول أريتو وهي كاذب الوافر حرف وهمسو هي النون هي ياء هي طاء أي ثلاثة لذا وهو مضارع مرفوع ومثل جذو أبدا ولجيس حتى يدخل أنتو كسر وجر يحري كركيسة ناصب عامل كردقة أو جزم عامل غيابة فعلك مضارع ولجيس وحويان وإسك جذي إلا عامل وكهر مره وحويان وحنصبية أما عامل وحجزمية حتى لو هذا سلوايو وينت لوايا أبا وحويان أوه على مد الجذيلة عامل كل الجذيلة هذا وح شرح يا مركب فيري محمد محي الدين عبد الحميد وأقول وحن لا يا محمد محيدين عبد الحميد بعد أن بيّن مركو عدي كقضال المصنف مصنف كي أنواع الإعراب أنواع الأفعال أفعاش المعيال كذا شرعه وحو قد قلي في بيان أحكام كل نوع نوع متكستا نوع كستا أحكام تيسة عدين تود وأقول وحن لا يا بعد أن بيّن مركو عدي كقضال المصنف مصنف كي أنواع الأفعال أفعاش المعيال كذا شرعه وحو قد قلي في بيان أحكام كل نوع نوع كست أحكام تسعة دين تيدا نوع عصم منها أفعاش كمدة مت كستين عديو باللعب فحكم الماض فحكم الفعل الماضي فعل كماضي حكم كيسة البناء وإن لقوا بناء على الفتح فتحة فعل ماضي حكم كيس ومبني هرت معرب ماهن مبني معرب ناسوك لبرت باب كيديت كسوك لوجات فعل ماضي هو هرت ومبني محل لقوا بناء حضنا فتحة لقوا بناء فتحة لقوا بناء هو مرسلة بس مرسلة ينفهم كرتال روا هاي وهذا الفتح فتحها إما ظاهر إنه كم مغضو وإما مقدر إنه قدره
فرحها مرك اللي يروى اللجو بنيا مروى كم وقنا مروى اللجو قدره وهو كير عمل فتح فتحها الظاهر وكم وغضا قرمو فتحها كم وغضا نقرا فتحها كم وغضا ضابط كان نجيسو ففي الصحيح الآخر كان آخر كيسوفيو يهوي الذي صحيح الآخر لم يتصل سلحر سنبيها سقا واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك وهو كليه فعل كاستا فعل كاستا ووحويان ماده صحيح الآخر وإن وو يألف يعيسى ندنبي وصحيح الآخر صمع حتى نوى إنو سلحر سلبا شيء مثنى واو الجماعة وإن سلحر سن أمنا ورمي أمنا وكاس فعل كي ماضي وهو دي اللحر يسا تويس بدلا أمنو أي نقي ورمي كفارا قال كي وقالي كفارا تيري فتحة وسيو سارمتا دي لكن وهو اللحر يو كفارو أي نقي ها مالك وينا واو الجماعة اللحر يسا ضمير رفع متحرك أنا وينو سلحر يسا مسألة ده ضمير رفع متحرك وإن فانتا وصدح شيء ضمير رفع متحرك محالة هذا تا 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 ضمير رفع متحرك وين هذه فيري ضرب ضرب سماهين تاء الحريري ضرب تو أنا قرعي ضرب تقري ضرب تأني هذا قرعي ضرب تواصلي ضرب تي قبري هذا قرعي سد ضرب تأشر كل تاء سوامي لبوا عقوة وحوي نون نسوة حوين وتيري فيك إني قرعين ضرب ما حوين كيا قرعي متك صدق دوام حين ما فاعلية ضرب ما أنا قرعي صدق لا سلر ضمير رفع متحرك فعل كسر الحريري كرتا قلنا قلت قلنا فيل ضمير رفع متحرك هذا مش مركب فعل كم ماضي مركب فتحة وكم مقيده محيو الشروط إليه صدح شرطي كو وإنه صحيح الآخري هاي لابو وإنه سلح ريسان واو الجماعة صدح وإنه سلح ريسان ضمير رفع متحرك سداس وفعل كهدو نوع آسي هاي فتحة وكم مقنع ويحكى له الرب آخر كالحر بسنين فتحة وكم مقنع هل كان سنوي تشوف 10 كيد ضمان ان شاء الله كل ما استردنا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.